حتى يتبين لهم أنه الحق. هنا إشارة إلى ناطحات السحاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها، رواه البخاري ومسلم. نحن نرى الآن الناس يتطاولون في البنيان، مع العلم أن التجارة أو الثقافة في ذلك الوقت كان يعني هناك إذا عمل أحدهم بناء 4 أو 5 طوابق يعتبر هذا إنجازا هائلا. كان الملوك مثل أصحاب الحجر كانوا ينحتون في الجبال بيوتا فارهين، يعملون طبقات 4 أو 5 طبقات. أما أن تجد ناطحات سحاب 100 طابق 100 دور، وإذا تطاول رعاه البهائم في البنيان، يعني تجد حتى الشخص الفقير يستطيع اليوم إذا عثر على المال أن يسكن في الطابق رقم 100. هذا موجود في العالم كله، ليس خاصا بمنطقة معينة. طيب كيف تنبأ النبي بأن حتى الفقير حتى المعدم يستطيع أن يسكن في يتطاول في البنيان ويسكن في الطابق 50 أو 100؟ من أين، كيف علم أصلا بتطاول البنيان؟ نحن اليوم السمة التي تميز عصرنا الحديث هي سمة البنيان المرتفع، ناطحات السحاب أو الأبنية المرتفعة، الأبراج مثلا. إذن أيها الأحبة، يعني هذا الأمر والله إنه ليشهد على أنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. الآن نرى الناس يتسابقون في بناء الأبراج العالية، يتفاخرون بذلك، وهذه معجزة، معجزة أيها الأحبة، تشهد أنه رسول من عند الله، وإلا كيف يعلم بهذا العلم؟ كيف علم بذلك؟ نرى أن الأبنية المرتفعة أصبحت في كل مكان على وجه الأرض، لا يمكن لأحد أن يتنبأ بذلك إلا أن يكون رسولا صادقا في دعوته.